Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا درجات عند ربهم لهم درجات عند ربهم ومغفرة كما أخرجك ربك
ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون صدق الله.